عرض مدينة إدلب يوم الجمعة جمعة لا حوار يوم 8 تموز 8/7/2011 وقد خرجت أيضا وهذه بداية الخروج مظاهرات نسائية لقد خرجت اكثر من مظاهرة في اكثر من مسجد مسجد الفرقان ومن مسجد سعد بن ابي وقاص ومن مسجد بلال ومن مسجد ابي ذر ومن المساجد المحيطة بهم يا اختي الورع على ورا يا اختي يا اختي الورع على ورا نبهون شباب الورع حطوا عليه التاريخ مرت الجيل الورع حطوا عليه التاريخ حيينا الحية حيينا حيينا الحية حيينا حيينا